السلام عليكم متابعي دراما سبورت. رح تابع هلا معكم مباراة ليفربول وروما، أجواء كهربائية. مين رح شجع؟ تابعوا معي. ليفربول النادي اللي فيه النجم محمد صلاح، روما النادي اللي عم شجعه وأنا عمري 8 سنوات، يعني صلي عم شجع نادي روما 20 سنة. ومشان ما تسألوني مين رح شجع، رح شجع نادي روما، النادي اللي عم شجعه صلي 20 سنة، بغض النظر عن تواجد النجم محمد صلاح اللي بنرفع كلنا راسنا فيه. هلا محمد صلاح يسجل جول جولين مو مشكلة، بس أهم شيء يتأهل روما. مثل ما انكم شايفين يا شباب الأجواء السورية للمباراة، نفس أرجيلة، كاسة شاي وشوية بزر. أول 20 دقيقة من المباراة فرصتين لروما، فرصة واحدة لليفربول. لهلا روما بيلعب أفضل من ليفربول للأمانة، غير فرصة لاعب محمد صلاح، غير هيك روما أفضل بكتير. مو لأني عم شجع روما عم أحكي هيك، بس روما أفضل. كولاروف كرة في العارضة حرام، بس الحارس تبع ليفربول ما بيطمن، صدقوني انه راح يجيب روما شي جول جولين على الاكيد، انا متاكد من هالشي. تابعوا معي المباراه. شكرا يا ماني الاناني لانك ما وزعت لمحمد صلاح. الحمد لله يا رب، الحمد لله. ماني خلص ضياع، انسى كلامك، انسى غرامك راح. اوه محمد صلاح، خطيره خطيره محمد صلاح. عندنا مشكلة بكولاروف، بالشق الهجومي عم يلعب ممتاز، لكن بالشق الدفاعي كتير سيء. شوف محمد صلاح كمان من نفس المكان، باليمين ولا باليسار يا جماعة؟ ليفربول بلش يضغط علينا بصراحة. ضغط ليفربولي خلال العشر دقائق الأخيرة، خايف ناكل جول قبل نهاية الشوط الأول. إن شاء الله تستمر المباراة هيك لحتى تخلص الشوط الأول، وبعدين الشوط الثاني مدربنا أكيد راح يلاقي الحلول اللازمة. لا محمد صلاح أنا مجبور أصفق له، يعني مجبور، بدي ما بدي. هي بتاعتك يا محمد صلاح. هدف خرافي، لا تعليق، هدف خرافي يا شباب. حكيت قبل المباراة إذا سجل محمد صلاح ما رح نزعل، نحن كرومانيستا، أنا كرومانيستا ما رح أزعل، بس إن شاء الله روما بيجيب التعادل، أنا واثق من هالشي، أو إن شاء الله تضل النتيجة 1-0. حرام عليك يا محمد صلاح. شو بدي احكي؟ احسن شيء اطفي على حالي، خلي كل الاضاءة على محمد صلاح. حبيب الملايين يا محمد صلاح. افرح يا يورجن كلوب، عندك محمد صلاح. انا بصراحة تعبت، ليش كل ما روما تلعب خارج ارضها بتخسر بنتيجة؟ خايف نخسر نفس نتيجة برشلونة 4-1، واللي بيساوي ريمونتادا مرة صعب يساويها مرتين. الشوط الثاني من المباراة الله يستر ما ناكل جول ثالث ونودع النصف نهائي من ملعب ليفربول، يعني مو ضروري يلعبوا بالاولمبيكو، خلص اذا جابوا الثالث خلص، لكن اذا روما جابوا 2-1 في امل كتير كبير نتأهل، لسه الامل موجود. ارحمنا يا عمي صلاح. هاي لبست تشاكيت خبيت روما، ماني رومانيستا. حرام عليك حرام، انت كنت عم تلعب بنادي روما. بصراحة قررت وقف الفيديو، تعبت نفسيتي، ما عاد اقدر اتواصل معكم. مبروك لمحمد صلاح، مبروك التأهل سلفا، يعني أنا متأكد هالمرة روما ما راح يعمل أي ريمونتادا مع نادي ليفربول. ما بعرف شو بدي أحكي. الوصول للنصف نهائي بالنسبة لنادي روما أنا بعتبره إنجاز، وأكيد كلنا راح نشجع نادي ليفربول بالنهائي، يعني هذا الشيء مفروغ منه. ألف مبروك للاعبنا محمد صلاح، وهارد لك لإلي ولكل الرومانيستا